بلشت العب يعني من عمر 5 سنين وانا بلعب فوتبول. لعبت مع مركز شباب بلاطي لحد الان وانا بشارك معهم. اكتشفت كره القدم خلص من يوم توعيت على الدنيا حبيتها، واهلي برضه شجعوني نلعب. يعني موهبه الله بعطيك موهبه خلص ضلك محافظ عليها. شاركت اول شيء عندنا بطوله، كانت بطوله العوده مخيم بلاطه، شاركت فيها اخذت اللاعب المثالي افضل لاعب يعني. طلعت على السعوديه اخذت افضل لاعب اسيوي، وطلعت على النرويج اخذت هداف البطوله النرويجيه. ممثل لي وممثل اهلي وممثل فلسطين، بلاط ممثل نديه برضه هو المهتم فيه بشكل لقاء يعني، هو راعيني ووفر لي كل شيء. الرساله بوجه لهم يعني يعتنوا بالصغار لانهم هم جيل المستقبل المنتخب الفلسطيني يعني خلص يعني زي راح المنتخب لو احنا نيجي بدالهم يعني. لو ضلهم بس يرعوا الصغار قبل الكبار بصير منتخب منيح ان شاء الله رب العالمين. تقريبا اكتشفت موهبه قسام وكان عمره حوالي تقريبا 4 سنوات، فكانت عنده ملامح لاعب، فانا جهدت على اساس اني اخرج لاعب قدر المستطاع. وبصفتي انا كلاعب سابق كنت برضه في مركز شباب بلاطه، يعني من السهل جدا اني اعرف انه هذا راح يطلع لاعب او مش لاعب. فكان في انا في مركز شباب بلاطه دائما داعمين للاطفال، فاخذوا وتمنوا يعني انه قسام يلعب مع النادي. شارك في اكاديميه جوزيف بلطر وهو 14 سنه، برضه شارك في بطوله اسيا في السعوديه وكان مميز، وكانوا ندوع يعني في السعوديه الفرق الثانيه ميسي فلسطين، وندل عليه برضه الولد انه راح يطلع لاعب، واحد ياخذ زيه لاعب افضل لاعب اسيوي على مستوى اسيا. يعني قابلوا الامير فهد بنفسه واعطاه اللقب هذا، هذا لقب مش قليل انا بنظري. والله انا بالنسبه لي بجوز دوري بكون فيه على اكمل وجه، مش مخلي من جهدي جهد. واخونا نمر شرايع في مركز شباب بلاطه، المدير مركز شباب بلاطه برضه مش مخلي من جهدي جهد. فباقي الاتحاد الفلسطيني صراحه، يعني انا بعتب على الاتحاد الفلسطيني لانه ما فيش اي اتحاد في العالم عنده موهبه زي هيك وبتركها. الولد لو يدفعوا له برا ملايين مش راح اطلعه من فلسطين، راح اضل يلعب في فلسطين يرفع اسم فلسطين لاني معني. واذا هم معنيين برضه كذلك امر زي ما انا معني في فلسطين هم. ثانيا اول شيء اخونا ابو مازن رئيسنا وحبيبنا وبرضه حبيبنا ابو رامي، انه بس على اجر انه يشعر الطفل هذا انه مهتم فيه مين عساس يعطي كمان بزياده. بالنسبه للاعب قسام مرشود ونعتبره موهبه، حتى نعتبره ظاهره، ظاهرة كروية، موهبة ربنا خلقها فيه وتم صقلها من خلاله وخلال أهله بتشجيعه ومن خلال انخراطه في مركز شباب بلاطة بالفئات العمرية اللي للفرق اللي من جيله. طبعا قسام لفت أنظار الكل، يعني كان أداؤه وموهبته أكبر من سنه ما شاء الله بكتير، كان يشارك يلعب ببطولات محلية داخل مركز شباب بلاطة. يعني كان هو عمره 13 سنه يشارك مع ال 17 و18 سنه وظهر موهبته بشكل واضح على الجماهير، حتى انه في لحظات انه كل الجماهير داخل المركز انه يقفوا بس لتشجيع قسام من روعته وموهبته ومهاراته.